مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صين المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. أقيمت الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في يومي 11 و12 يونيو هذا العام. وشاركت في هذه الدورة نخبة من رجال الأعمال والخبراء من القطاعات المختلفة. وأوكدت هذه الدورة من المؤتمر تحت شعار تعاون من أجل ازدهار، ما يؤكد الأهمية البالغة والإمكانات الكبيرة والرؤية المشتركة التي تمكن في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الصين والدول العربية. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في دورته العاشرة، وسنتشرف بحضور عبر الإنترنت سيد بسام ربحي حماد رئيس لجنة رئاية صحية في مجلس العمال السعودي الصيني ورئيس مجلس إدارة الشركة بسام التجارية، وأيضا معنا عبر إنترنت لي تشاو مراسل مجموعة الصيني للإعلام. مرحبا بكم سيد بسام. مرحبا فيك وفي المشاهدين الكرام، وان شاء الله تكون هذه فاتحة خير بين البلدين. نعم، شكرا جزيلا. وايضا نرحب بزميلي سيد لي تشاو. اهلا وسهلا. اهلا. وقبل حديثنا مع ضيفينا اليوم لنتابع تقرير تالي. اولا، عقدت في العاصمة السعودية الرياض اعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين 2023 في يومي 11 والثاني عشر يونيو هذا العام تحت شعار التعاون من أجل الازدهار، حيث حضر المؤتمر أكثر من 3000 ممثل من حوالي 20 دولة، وشارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح حفل الافتتاح وألقوا كلمات رئيسية. 参加这次中阿企业家大会啊，让我感受到中国和阿拉伯各国这个经贸合作的潜力，真的是还是非常巨大。尤其是这三年疫情啊，可能还压抑了一些我们的这个能量。那么现在呢，我看到了22个阿盟国家和中国这边企业啊，大量的在洽谈合作，尤其是在供应链啊，这个合作领域啊，应该说是充满了潜力。 وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم توقيع في المؤتمر 30 اتفاقية وصفقة في عدد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة ورعاية الصحية. في انطلاق القطار الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال والعرب الصينيين في الرياض، وهذا أن يدل على شيء، يدل على الانفتاح الصيني تجاه الدول العربية بشكل عام ولبنان بشكل خاص، وأننا لمسنا هذا التعاون وهذا التجاوب من الصين من جانب الحكومة الصينية بعدة مواقف وبعدة مراحل، ونتمنى أن تكون المراحل المقبلة تبرهن عن موقف متضامن متوحد موحد من جانب اللبناني تجاه الصين. يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي بلغ 23 مليار دولار في عام 2021، منها 3.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية لوحدها. نعم، السؤال الأول نتوجه إلى السيد بسام. سيد بسام، نعلم يعني هذه دورة من المؤتمر اجتمع فيها مستثمرو ورجال الأعمال من الصين ودول العربية، وأيضا شاركت في هذه دورة من المؤتمر يعني لتبادل أفكار لتحقيق تشاور مشتركة وأيضا فوز المشتركة. يعني كم من المرة شاركتم في هذا المؤتمر لرجال الأعمال من الصينيين والعرب؟ فما هو شعوركم والفوائد التي تم اغتنامها من هذه الدورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدورة الأولى التي شارك فيها بين اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني والجانب الصيني. نعم. وهذا فخر كبير للشعبين والشعوب العربية لنمو في التعامل
التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين. نعتقد أن زيارة الرئيس في إلى المملكة العربية السعودية واهتمام الجانبين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان في توطيد العلاقات كانت عملية مهمة في إنشاء مثل هذا المؤتمر، وإن شاء الله يكون فاتح الخير في إثمار وتحسين التعاون بين البلدين. وأنا من الناس الذي حاط وآمن في التعاون مع الصين، وقمت بزيارة الصين منذ 40 سنة. نعم. وقبل وجود التبادل الدبلوماسي بين البلدين. نعم، أنا أعلم أنتم تشتغل في مجالات يعني الصحة الصحية، يعني وفي هذه المجالات كيف تنظر إلى يعني تعاون بين الصين والدول العربية في مجال يعني الرعاية الصحية؟ سبب تعاملي مع الصين كان في البداية من قبل بدء التعامل الدبلوماسي هو وجود ويكتب عليها أنها مصنعة غربية، وهذا جعلني أتوجه إلى الصين لمعرفتي في الإمكانيات الكبيرة بالصين للإنتاج مثل هذه الأصناف. واتجهت إلى الصين عدة مرات، وهناك تعاون ليس فقط في القطاع الصحي ولكن في قطاع الفنادق، أثاث الفندقي ومستلزمات الفنادق أيضا. وكانت توجد عوائق كبيرة في السابق، والحمد لله هذه العوائق في طور الإزالة، خاصة أن الصين كان المفهوم أن الصناعة الصينية ليس من حسب الصناعة الغربية، وهذا كانوا يسوقوه في الغرب للأسف، فكان يمنع الشعوب العربية من التعامل مع الصين بثقة عالية. ولكن حاليا هذا المفهوم تغير كاملا، وبسبب العلاقة الوثيقة بين القيادة الرشيدة وقيادتهم، الحمد لله الأمور اتجهت في الطريق الصحيح، وهنالك عدة محاور للتعاون في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في مجال الأوردن الطبية والأجهزة الطبية، حيث أن هنالك رؤية 2030 تشدد على توطين الصناعة المحلية. توطين الصناعة المحلية في الصين من الصين إلى السعودية مهم جدا، ولكن هنالك استحياء من الجانب الصيني في القدوم إلى المملكة لعدة أسباب، ونحن نقوم في تزويرها ضمن لجنة الرعاية الصحية. نعم سيد لي تشاو، نعلم يعني تعاد هذه الدورة من المؤتمر يعني حدث كبير وأيضا راية لرواد الأعمال الصينيين والعرب الذي أوقد بعد قمة الأولى العربية، فبوجهة نظركم كيف كان شعوركم حول هذه الدورة من المؤتمر؟ ممكن تقديم لنا بعض معلومات حول أبرز النقاط لهذه الدورة من المؤتمر؟ نعم طبعا، عندما نتكلم عن هذا المؤتمر، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال أعمال الصينيين والعرب، أول شيء نتكلم عن الحجم، فبمشاركة أكثر من 3000 من الصناعين، القرارات والسياسات، وأيضا رجال أعمال والعلماء والخبراء، هذه المشاركة تعد أكبر حجم في تاريخ مؤتمر رجال أعمال الصينيين والعرب، وهذا مهم جدا بالنسبة للصين وأيضا بالنسبة للدول العربية، خاصة بعد جائحة كورونا. فنعرف هذه الدورة الأولى للمؤتمر بعد جائحة كورونا. وثاني شيء نتكلم عن العمر، ففي الحقيقة لاحظنا في هذا المؤتمر ليس مرتبطة بالتعاون الموجود بين الجانبين، بين الجانب الصيني والدول العربية فقط، بل هناك مجالات مختلفة وجديدة، مثلا الطاقة المتجددة، وأيضا الذكاء الاصطناعي، وأيضا البيانات، وأيضا نتكلم عن تنويع الاقتصاد في المملكة العربية بشكل خاص،
وفي الدول العربية بشكل خاص. نتكلم عن تطوير القطاع السياسي ونتكلم عن تطوير القطاع الخدمات، فهذا أمر مهم جدا نظرا للتكامل القوي بين الدول العربية والصين. وثالثا نتكلم عن الاهتمام من الإعلاميين. ففي الحقيقة بعد زيارة فخامة رئيس الصين شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر الماضي، لم أشهد وفد بهذا الحجم لتغطية المؤتمر الدولي، فلاحظنا أن هناك وفد متكون بأكثر من 100 إعلامي صيني بالإضافة إعلاميين إلى الإعلاميين من تقريبا جميع الدول العربية. لاحظنا أن هناك تغطية خاصة في القنوات المصرية، وأيضا لاحظنا أن هناك قناة الجزيرة وقناة الشرق وقناة العربية، هناك تغطية خاصة. وبالنسبة لي شخصيا أن شاركت في حلقات مختلفة للتغطية الخاصة لهذا المؤتمر أمس في قناة العربية، في قناة الإخبارية للتلفزيون السعودي، فشعرت بأن هناك حماسة ليس فقط من رجال الأعمال وأيضا من الشباب السعوديين والشباب العرب للمستقبل. نعود إلى البرنامج اسمه المال والأعمال. نعم. في الحقيقة في السابق لاحظنا هناك أعمال موجودة، أعمال صينية موجودة في المملكة العربية السعودية، ولكن الآن مع تدفق المستثمرين هناك المزيد والمزيد من الأموال الصينية في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لهذا التفسير لبرنامج الصين المال والأعمال. وأيضا نشهد هذا الحدث كبير وأيضا يتجاوز يعني الثقف المال والأعمال، وأيضا كما ذكرت قبل قليل أيضا يعني تجذب أنظار من يعني أوساط الإعلامية من في الدول العربية وباقي الدول. نعم سيد بسام، كما ذكرت لي تشاو قبل قليل يعني الآن شهدت يعني تدور في مجالات متنوعة بين الصين والدول العربية في تعاون اقتصادي وتجاري. وأيضا نعلم في سنة 2022 سنة الماضي تجاوزت حجم التجارة بين الصين والدول العربية 430 مليار دولار، وقد ضخ انعقاد ناجح القيمة الصيني عربية الأولى زخما قوي جديد في تدوير العلاقات الصينية العربية. فبوجهة نظركم كيف ترون التبادل الاقتصادي والتجاري بين طرفي في الوقت الحالي؟ أولا نشكر الأخي شاو على المداخلة، وأعتقد جميع البنود التي تكلم عنها كانت تغطي موضوع الجوانب، وأؤكد أن هذا الحدث حدث تاريخي. نعم. وهو حدث فريد من نوعه ليس فقط بين الصين والعالم العربي، ولكن بين رجال الأعمال من الجانب العربي والجانب الصيني، لأنه لم نشهد أي حدث مثل هذا الحدث بين رجال الأعمال العرب ودولة أخرى بهذا الضخامة وهذا الحجم من الاهتمام من الجانبين، والتغطية الإعلامية الكبيرة واهتمام الصحافة والإعلام من جميع دول العالم. وأعتقد هنالك توجه كبير من الجانبين في تحسين العلاقات، وإن شاء الله هذه الأمور تسير في الخطة الصحيحة. لكن أريد أن أؤكد أن المجالات كبيرة في المملكة العربية السعودية والصين لديها إمكانيات هائلة للتعاون الاقتصادي في جميع المجالات، ومنها الإنشاءات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأجهزة والأجهزة الطبية وعدة إمكانيات كذلك في قطاع الفنادق. قطاع الفنادق هنالك حجم كبير من فنادق طور الإنشاء في المملكة العربية السعودية، والصين لديها إمكانيات كبيرة ونفذت مشاريع كبيرة في تجهيز الفنادق في عدة أماكن العالم منها أمريكا، وصلت إلى مستوى عالي من الجودة. هذا مهم الذي ينتبه عليه رجال الأعمال الصينيين في المستقبل، أن الجودة مهمة جدا
للاستمرارية في جميع المجالات خاصة في اللوازم الطبية والأدوية الطبية والأسنان. نعم شكرا لي تشاو. يعني قبل قليل تحدثنا عن تعاون تجاري واقتصادي بين طرفي، ونعلم حاليا تواجهنا يعني أوضاع اقتصادية عالمية ما زالت توجد مخاطر وتحديات، وأيضا نعلم هذه دورة من المؤتمر تحت الشعار يعني تعاون من أجل الرخاء أو ازدهار، ففي ظل هذه يعني أوضاع كيف تفسرون يعني أهمية هذا الشعار في إدارة يعني وضع اقتصادي الدولي الحالي؟ نعم سؤال وجيه جدا، وسأخذ كلام من الضيوف أمس قمت باللقاء معهم. نعم. أول شيء كان عندنا لقاء مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني. نعم. فكان هناك كلمة مهمة جدا، يعني الحفاظ على الاستقرار والسلام في هذه المنطقة، في منطقة الخليج والشرق الأوسط. لاحظنا أن المزيد والمزيد من الدول العربية مهتم في نمو، والنمو على أساس الاستقرار والسلام في هذه المنطقة. وفي الحقيقة شاهدنا تحسين مستمر للعلاقات بين دول المنطقة، وحتى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. في الحقيقة الكثير من الضيوف تكلم عن هذا الموضوع، يعني المنطقة المستقرة نفيد كل الدول في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة سليمة لجلب الاستثمار من الخارج، مهما كانت الاستثمار من دول من الولايات المتحدة أو من دول الأوروبية أو حتى من الصين. بالنسبة إلى هذا المؤتمر، مؤتمر رواد الأعمال الصينيين والعرب، فمن الممكن نقول ليس فقط رواد الأعمال من الصين ودول العربية شاركوا في هذه المؤتمر، بل أيضا لاحظنا أن هناك رواد الأعمال من آسيا الوسطى وأيضا من أوروبا ومن أفريقيا، من جنوب أفريقيا. ولذلك يعني من الممكن نقول التعاون بين الصين ودول العربية والفرص الناتج عن هذا التعاون يجلب أنظار العالم. وأيضا وأيضا يعني لاحظنا من كلمات من معالي الوزراء وأصحاب الجمهور أمس في الافتتاح هذا المؤتمر، وخاصة الكلمة من سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تكلم عن نقطة مهمة جدا بأن الصين الآن شريك الأول للتجارة لدول العربية، وهذه بداية فقط. نعم شكرا جزيلا لتشاو على هذه التفسيرات. نأخذ فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل سنواصل حوارنا، فابقوا معنا. نعم سيد بسام، يعني أنتم كرئيس يعني شركة رئيس مجلس إدارة شركة بسام التجارية، كخططكم يعني كيف توسع وتعزز يعني التعاون بين شركتكم مع شركة صينية في مجالات الطب والصحة؟ نحن في السابق كنا نمثل كبار الشركات الطبية في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا ولكن اتجهنا من 40 سنة في تنويع التعاون باتجاه الصين، وواجهنا بعض الصعوبات في السابق من ناحية النوعية ومن ناحية قبول هذه الأصناف في المملكة العربية السعودية، ولكن بحمد الله استطعنا التغلب على هذه المعقدات، وأصبحت الصين تمثل بالنسبة لنا أكثر من 80% من واردات الشركة. ومثل أنا الصين شريك استراتيجي مهم، وأحاول في محادثات مع عدة شركات صينية لإمكانية وجود استثمار من الجانبين في نقل الخبرة من الصين إلى المملكة العربية السعودية وعمل صناعة محلية وتوطين الصناعة، وذلك كمان مع رؤية الإمكانية.
نعم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات السيد بسام. نعم سيد لي تشاو، قبل قليل أشارت السيد بسام يعني التعاون بين الطرفين في مجالات الرئاية والصحية. نعلم هذا ممكن أن نقول هذا جزء من تعاون بين الطرفين، وأيضا نعتبر أن هذا حجر زاوية للعلاقات الصينية العربية، وأيضا حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة. فحسب ملاحظاتكم، ما هي التغيرات في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية؟ نعم، التغيرات من ناحيتين، أول شيء من ناحية الفنية. ففي الحقيقة في المؤتمر، الدورة الأولى في مؤتمر رجال أعمال الصينيين والعرب في عام 2005، كان حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية من الممكن في المقارنة مع حجم الآن قليل جدا، لكن في السنة الماضية بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية إلى 433 مليار دولار. هذا المبلغ كبير جدا بالنسبة وحتى بالمقارنة مع التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. الآن الصين والدول العربية التعاون ليس في الاستثمار في مشاريع الطاقة فقط، بل أيضا في المجالات الجديدة مثل الألعاب الإلكترونية. فنعرف هذا الارتفاع مهم جدا، لأن جيل الشباب جيل قوي جدا في المملكة العربية السعودية، وأيضا نتكلم عن تعاون في المجال الصحي. فلاحظنا أمس هناك مشاركة لرئيس التنفيذي لشركة بي تي آي الصينية في هذا المؤتمر. شركة بي تي آي قوية في البحوث في العلوم البتروكيميائية وأيضا في المجالات، وعندها تعاون وثيق مع الشركات الأمريكية والأوروبية. لذلك يعني قدوم هذه الشركات إلى المملكة العربية السعودية وإلى الشرق الأوسط يجلب خبرات ليس فقط في الصين بل في أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. وأيضا من جانب الشرق الأوسط هناك شركة أرامكو، شركة جبارة في قطاع الطاقة، والخبرات ليس فقط في النفط والغاز بل وأيضا في الطاقة الجديدة. لذلك يعني هناك رغبة من قبل الشركات الصينية للتعاون مع الشركات العربية في كافة المجالات. فلذلك يعني هذا الحجم للتعاون يكون سبعة كبيرة والأساس للتعاون في المستقبل. شكرا سيد لي تشاو على هذه التفسيرات. نعم سيد بسام، نعلم يصادف هذا العام ذكرى العاشرة لطرح مبادرة حزام وطريق، وأيضا نعلم خلال 10 سنوات الماضية حققت تعاون بين الصين والدول العربية يعني نتائج مثمرة. فما رأيكم في دور مبادرة حزام وطريق في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية؟ أعتقد هذه المبادرة مهمة جدا من الصيني في تحسين ظروف العمل والتعامل بين العالم العربي والصيني. وأعتقد أن الأمور ماشية في طريق سديد، وهنالك اهتمام كبير من العالم العربي بالموضوع دراسة إمكانية التعاون في عدة مجالات، خاصة في سلسلة الإمداد والأمور اللوجستية والأمور الشحن، بحيث تسهل على التجار من الجانبين في توصيل البضائع في أقرب وقت وتسهيل التجارة بين البلدين. ونشكر القيادة على هذه المبادرة المهمة التي ترفع التعامل بين الجانبين لدرجة أعلى بكثير من السابق، وستؤثر على جميع التجار من ناحية ليس فقط تسهيل ولكن تحسين منافسة وسرعة التوريد، لأنه التوريد مدة التوريد في العالم العربي مهمة جدا، ووجود البضائع وصول البضائع بفترة
اسرع من السابق ساثر كثيرا في التبادل التجاري مع الصين. نعم، شكرا سيد بسام. وأيضا ليتشاو، نعلم يعني أنت تشتغل في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وأنت شاهد عيان لتغيرات وتطورات بين الصين والدول العربية خلال 10 سنوات الماضية، فما هي ملاحظاتكم يعني تجاه تطور خلال عقد الماضي؟ بالنسبة إلى تغيرات في الشرق الأوسط خاصة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية، أول شيء التغيرات على أساس الاستراتيجية الصحيحة وراشد من قبل القيادة، وخاصة رؤية 2030 من قبل صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان، لكن هذا أيضا بحاجة لجهود مشترك من الشركات المحلية والشركات الدولية. الحقيقة عندما نذكر مدينة الجازان الاقتصادي وأيضا المناطق الأربع الاقتصادية الخاصة التي تم طرحها قبل أسبوع من صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان، فكل هذه المناطق والمدن بحاجة إلى مشاركة في شركات كبرى في العالم مهما كانت من الصين أو من الدول الأخرى. شاركة المزيد الشركات الصينية في هذه المشاريع الكبرى وأيضا مثل النيوم ومشروع البحر الأحمر، وبالإضافة إلى ذلك طبعا حتى في العاصمة السعودية رياض لاحظنا كثير من التغيرات في الملامح المدينة، وأيضا بالنسبة إلى الترحيب، حتى الترحيب من قبل المواطنين السعوديين إلى الصينيين. نعرف أن هناك مبادرة أو قرار من الحكومة السعودية لاندماج اللغة الصينية في تعليم في نظام التعليم في السعودية، ذلك حتى في مؤتمر اليوم أن هناك المزيد من الأصدقاء الصينيين يتكلم اللغة الصينية مهما كانت اللهجة صحيحة أو اللهجة خاطئة نوعا ما، ولكن هذا يعبر عن حماسة أو الترحيب من قبل الشعوب العرب العربية إلى مشاركة الشركات الصينية أو الأصدقاء الصينية في فرحهم في بحرحهم وأيضا في تنميتهم وأيضا في المهمة للحفاظ على الاستقرار هذه المنطقة، وأيضا كما قال صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان يعني لجعل المنطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة، وهذا تمنياتهم، وأعتقد هذه التمنيات تحقق في المستقبل القريب. شكرا جزيلا سيد بسام على مداخلاتكم من رياض لتمتع بخبراتكم وتجرباتكم معنا حول تعاون اقتصادي وتجاري بين الصين والدول العربية، وأيضا نشكر زميلي لي تشاو من رياض، وشكرا لكم مرة أخرى على حضوركم عبر الإنترنت في برنامج الصين المال والأعمال. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء الحلقات القادمة.